معنا ومع حضراتكم أولا اللواء دكتور عادل عفيفي، عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة وعضو مجلس الشورى. أيضا أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. معنا كمان دكتورة منال عمر، استشارية الطب النفسي والشخصية العامة. امبارح أول امبارح كنت في بورسعيد؟ امبارح. أهلا بك، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. في ناس جاية من بورسعيد وفي ناس رايحة رابعة يوم الجمعة إن شاء الله. خليني أبتدي بدكتور عادل عفيفي. في دعوة لعمل مليونية عند مسجد رابعة العدوية، والتفاصيل عنها غير واضحة، يعني شعار المليونية دي إيه؟ هل فعلا في اختلاف أو إنه في بعض القوى الأحزاب الإسلامية قررت الذهاب والبعض الآخر أرجأ قرار والبعض الآخر اختلف ولا لأ؟ يعني ادينا تصور أكتر عن مليونية الجمعة. الدعوة دي أطلقها حزب البناء والتنمية، الجماعة الإسلامية، ولسه لم نتفق مع بعض كلنا. كان في النهارده اجتماع في الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح عشان يبقى في موقف جماعي موحد من كل الاحزاب الاسلاميه، ومنتظر ان هم يطلعوا بيان النهارده او بكره. بس انا اعتقد في الغالب ان هو هيوافق، لان احنا لما ننزل لازم يكون كلهم، احنا مش نازلين نتخانق ولا نحرق ولا نضرب ولا نكسر، نازلين تعبير عن الراي زي الناس اللي بتنزل دي. اللي انا فهمته انه حزب الاصاله اعلن ان هو يعني هيروح يوم الجمعه، عندي من موقع صح كده؟ ايوه صح. بس احنا برضو هنلتزم بقرار الهيئه الشرعيه. طيب مبدئيا الى ان تصلوا الى قرار موحد، ايه اللي الشعارات او اسم المليونيه او الغرض منها؟ الغرض منها التعبير عن الرأي. كل الناس اللي بتتكلم من حضرتك، انا قاعد بتابع الحلقه من بره، كلها بتتكلم باسم الشعب، يقول لك الشعب يريد والشعب عايز. لا، مش هو ده الشعب، ده جزء، دول مهما كانوا دول اقليه، انما الملايين الاسمين لسه دي صامتين لغايه دلوقتي وملتزمين بضبط النفس لغايه دلوقتي، وما زلناش نشارك في الفتن اللي موجوده دي. فلابد ان برضه يكون لنا حق التظاهر والتعبير السلمي، يعني بنتكلم على التعبير من غير بلطجه بقى، لان دلوقتي اختلط الحبل بالنمل، فمبقاش حد عارف مين الثوري السائر الحق المتظاهر وبين البلطجه اللي عمال يحرق ويرمي مولوتوف على الشرطه والكلام ده كله. في فرق بين البلطجه وبين الثوري. فاحنا ان شاء الله ننزل بطريقه سلميه كده. طيب ما هو حضرتك بتقول جايين تقولوا انه هذا الشعب، يعني هل هي مظاهره مثلا او مليونيه لتأييد دكتور محمد مرسي؟ هل هي لتأييد الشرعيه، مظاهره لتأييد الشرعيه، تأييد الشرعيه الدكتور محمد مرسي، الدستور، لان هم دلوقتي المطالب جابت الانقاذ ايه؟ بيقول لك انا عشان اقعد معاك في اربع حاجات لازم تتحقق الاول: اسقاط الرئيس، اسقاط الدستور، حل الحكومه، حل مجلس الشورى. طب دي مؤسسات منتخبه، طب الدوله تمشي ازاي يعني؟ وبعدين لما نسقط الدستور النهارده نبتدي نعيد تاني جمعيه اخرى ونعيد الدستور تاني ونعيد استفتاء على الدستور ونهد طلب انتخابات رئاسيه مبكره. الناس دي عايزه ترجع مصر لنقطه الصفر. وهي اصلا المشكله من الاصل، يعني في علم الاداره زي ما درسناه وبندرسه، ان حضرتك التشخيص الصحيح لاي مشكله واسبابها هو نصف الطريق الى الحل. المشكله المشخصه تشخيصا، يعني حضرتك عشان استوضح اكتر، يعني الشعارات على الاقل المقترحه من حزب الاصاله انه تأييد الشرعيه، تأييد الحكومه، تأييد الدستور، تأييد الرئاسه، تأييد الرئيس، رئيس منتخب. يعني دي أيوة. الشعارات الاساسيه مش احنا بس، ده كل الاحزاب الاسلاميه. طيب. انجاز ان نسميها احزاب اسلاميه، كلها احزاب سياسيه يعني، صحيح المرجعيه اسلاميه. طيب. لكن احنا كلنا حتى هذه اللحظه الحريه والعداله وجماعه الاخوان المسلمين قالوا يعني لم يتخذوا قرارا بهذا الشان، يعني او خلينا اقول حتى التصريحات اللي انا شفتها احنا قرينا. وحزب النور قال كده، وحزب النور، لا حزب النور قال انا مش هنزل حقنا للدماء او هكذا برضو، فهمنا. وجهتنا النظر صح. الناس اللي مش عايزه تنزل خايفين برضه ان يحصل احتكاك مع الناس بتوع، ده حاجه وده حاجه، دول ناس ودول ناس. الناس اللي هناك اللي بتضرب وبتحدف مولوتوف وعايزه تكسر الباب بتاع القصر الجمهوري الى اخره، دول حاجه غير ان احنا. فاللي نازلين دول يعني هم بيخشوا من الاحتكاك ويبقى في يعني نوع من الحرب الاليه او مزيد من الدماء. لكن الناس الثانيه اللي عايزه تنزل بتقول لك لا، احنا من حقنا برضه، احنا شعب، والناس دول ما يتكلموش باسم الشعب ولا جبهه الانقاذ ولا غيرها، كل احنا الشعب ينزل يتكلم عن نفسه، احنا ملايين ممكن ننزل. ايه هيحصل يعني؟ هو في الغالب كده ان شاء الله هننزل، بس ما اقدرش اكد لحضرتك، لان احنا هنلتزم بما يتم الاتفاق عليه بين الاحزاب الاسلاميه كلها.